السلام عليكم. غادي نمشيو للسوق ديال راس جري نشوفو الزيتون. نمشيو للسوق، السوق فين تيتباع الزيتون، يعني كاين واحد السوق ديال الزيتون في راس جري كيعمر الثلاث والسبت والحد. لا بقيت عاقل، يعني الثلاث كاين السبت وتنظن حتى الحد. دونك غادي نشوفوه ان شاء الله. الحال مبرد 90 ديال الدرجات، حال بارد مزيان. كاينه دابا 9 دوغري، هادي 8 نيشان، واليوم راه هو السابع، اليوم هو السابع في نوفمبر، السابع في شهر 11 2023، يوم الثلاث. انا ما كانش كنظن واش داك السوق، هل كاين سوق في جري يعني كيعمر الثلاث؟ من ديك الناحيه كلها كنعرف بان كاين السوق ديال السبت ديال جحجوع، سبت جحجوع. يلا الشروق، يلا الشروق دابا واحد شوية هادي باش شرقات الشمس. زيدي زيدي يلا زيدي 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 زيد. دونك غادي نمشيو نشوفو الأثمنة كي دايرة. هو البارح بحال دابا مكناس، مكناس بان لي السوق كان مزيان البارح. واحد ديك المعصره الا شفتوها ديال الطنجاوي اللي صورت، اللي ما شافهاش يرجع يشوف ديك الفيديو. راه واحد السيد فوسط ديك المعصره خدا واحد القنطار ديال الزيتون، خدا 130 كيلو بالضبط على سوم 8 درهم ونص. ها هو قالها بفمو، راه حتى ترجعوا للفيديو. كاين بزاف الناس اللي ما تيتيقوش بالهضره، تقول لك لا واش كاين الزيتون، تيعرفوا هما هي ديال 11 درهم 12 درهم. وقالوا لي بانه وصل حتى ل 22 24. قطع ايوا خلاص، الكاميو مورايا زي جاي مسافر نقصنا انه الله يحسن العوان، يمكن عنده مهمه، يمكن كان خاصني نمشي بكري، ولكن غنمشي بكري ما غنصورش الطريق يعني، وانا غادي ما نصورش. طيب مازال الظلام، دونك تسنيت حتى طلعت حتى شرقت الشمس، حتى طلعت السميسة عاد تحركت. لحقاش ما بين السبعة والثمانية راه كاين الظلام، السبعة راه الظلام، الثمانية زوينة. الانسان دابا انا في الحقيقه كنفضل هاد الساعه اللي زادو، كاين اللي ما يتفقش معايا، كاين اللي ما باغيهاش، ولكن انا هاد الساعه اللي زادو راني مع. علاش الانسان راه بامكانه دابا ينوض يصلي الفجر ويجلس شويه يقرا ولا القران ولا يخدم شي حاجه ولا يدير شي حاجه بين ما توصل وقت الخدمه ديالو. يعني ماشي بحال الواحد مثلا فاش يكون الفجر مع الاربعه والخمسه كينوض الانسان يصلي الفجر وكيعاود يولي ينعس وعادي عاوتاني يولي ينوض يمشي للخدمه. يعني انا كنظن هكا مزيان، الانسان الا صلى العشاء وجلس واحد شويه من موراها يعني عنده الوقت كافي، 8 السوايع ديالو ينعس. دابا راه الفجر راه حتى 6 و4 6 راه غادي في هذا. يعني الانسان ينوض يصلي الفجر ويفطر، والى اللي كيفطر واللي كيفطر، يعني حنا الناس الكبار من الاحسن ما تنوضش وتفطر. المهم بلا ما نطول عليكم في هذاك الموضوع، الهضره انا قابل الطريق لو تهرفت. شو الشمس هادي، كون كنت في الحقيقه غادي نمشي للجهه نتاع الشرق، الجهه ديال فاس، ما نخرجش في هذا الوقت. هي ملي قابلت الغرب
مشى عقلي مع الهضره ودارت مع الروم بوان غادي لوتورو طالور كو الدوره ديال راس وجير ريح حتى للروم بوان الاخر. اذا بقاو في الموضوع نتاع الزيت والزيتون، قلنا هذا السوق هذا كيعمر تيعمر الثلاث والسبت والحد. دابا نعاود نتاكد ولكن شي ملاحظه راه غنكتبها لكم ولا نعاود نقولها لكم. راني كنشرب اتاي ديالي حيت كنشرب اتاي قبل الفطور على الاقل واحد الساعه، انا الفطور عندي مع العشرة دونك ديما كنبدا اتاي مع 8 كنساليه مع 9 تيبقى واحد شويه ديال الوقت قبل ما نفطر لحقاش اتاي تيهرس الحديد ما تيخليش الحديد يدوز ونيفو دي زانتيستان والقهوه اكثر باش تكونوا عارفين كثر 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 لي طانان ديال القهوه اكثر من ديال اتاي. اللي مهم هو الانسان الا شرب هاد لي زيكسيتون خصو يشربهم قبل الماكله وصافي. انا كنشرب كنقطع صافي ما كنعاودش نشرب من بعد واخا ما عرفاش وما فيه وبلا سكر لحقاش مازال ما هرست الصيام ديالي كنشرب بحال كنشرب الماء. دونك كاينين هذاك السيد مسكين واحد السيد الله يرحم ليه الوالدين زعما ذاك النهار شافني كان مغمس اتاي ما شافنيش لحقاش وهي قلت ولكن كانوا الناس معايا في الفيديو نتاع راس جيرينيس كانوا الناس معايا كيغمسوا يسحبوا انا كنغمس انا كليت خلاص ولكن ماشي ما كنتش كنصور باش كليت دونك وشاف الكيسان داتاي انا لا اولا ما تنشربش السكر بتاتا ما فيه لا سكر لا والو. ملاحظه كاين اللي يقول لك ما راه السكر زعما فيه السكر علاش ما تيشرب السكر لا والو انا ما تنشرب السكر لحقاش مودير ما نتسناش انا حتى نمرض بالسكر عاد ما ناخذش السكر. والخبز راه براسو راه بحال السكر راه هي كان خاص الواحد يقلل منه كنحاولوا ما امكن باش نديروا خبز ديال الزرع غايبة واخا عاطينا ندوبلو ولكن الطريق غايبة الحفرة هادي ما بيناش بالي انا هاد الناس ديال اللي بيشكليط راه كيغامروا براسهم دونك البارح هذيك المعصره اللي صورت قلنا تباع الزيتون ب 8 درهم ونص وهذاك راه اللي باعوا له راه يشاريه يعني يكون خداه مباشره من عند الفلاح يمكن ياخذوا ب 8 درهم لحقاش هذاك بعدا على الاقل غيدي واحد 10 درهم يعني قنطار يدي فيه 50 درهم. هذا الشيء اللي كيديو السبيبيه يعني اللي كيبيعوا اللي كيعاودوا يبيعوا الزيتون كيديو 10 دريال 15 دريال حتى الا كانت بعض المرات الكثره راه تيقنعوا حتى ب 5 دريال. وليني ما نساوش كاينين اللي كيستغلوا الظرف كاين اللي كيشري الزيتون مثلا 7 درهم ولا 8 درهم وتيبيعوه ب 11 وب 12 باش ما نكونوش باش ما زعما نغفلوش على هذه المساله. المهم البارح هذيك المعصره لقيت واحد التلميذ ديالي كنقرا عندي لقيته تما قال لي بانه راه وصلت المردوديه شي واحد خرجت له 24 يعني انت تاكد من الهضره عاد نقولها يعني وقالوا لي شي ناس 20 داك 20 زعما معطيه 20 عندهم كان لاعب يعني الزيتون ديال هنا لاعب ما بين 16 و 24 واحد الحاجه
واحد الحاجه اللي ما بغيتش نقول هو قالوا لي المناطق اللي هذه المنطقه كتعطي الزيتون ديالها كيعطي وهذه المنطقه حتى هي كتعطي، عطوني واحد السميات تاع شي مناطق راه ما بغيتش نقولهم، ما بغيتش نقولهم وما نقولهمش حقاش انا ما مأكدش وما غاديش نبقى نخسر واحد المنطقه على ظهر منطقه اخرى وانا ما جربتش يعني بيدي. واخا الهضره قالت لي انا ما كنامنش بهذه القضيه، انا كنامن بالطريقه باش تطحن الزيت الزيتون وبالنوع ديال يعني الزيتون واش فيه واش ما فيهش، يعني ما تيختلف يقدر منطقه وحده يعني الزيتون يعطيك يعطيك مزيان وتلقى جنان اخر حداه ما يعطيش مزيان. شو كيف ما بغيتش نقول انا السميات نبقى نزين هذه المنطقه على ظهر هذه المنطقه، حاولت نبقى محايد في هذه المساله هذه، انا ما نمشيش في ذاك التوجه ديال هذه المنطقه كتعطي احسن من هذه المنطقه ولا المهم هذه دابا هذا الطريق هنا اي تعزم هي هذا الطريق على اليسار كتخرجنا لي تعزم، ولكن راه عندها الحدود مع يعني راه ما مفروقاش بزاف، ها راه الجيري الطريق ديال راه الجيري هي هذه، ولا بغيت نمشي كعلي تعزم يمكن لي ندور من هنا يمكن لي ندور حتى من الطريق ديال السبت سبت جحجوري يمكن لي نمشي من تما لهذا لاي تعزم، يعني راه تقريبا منطقه وحده هنايا. وكاين اللي تيقول مثلا ديال تيعزم تيقول لك حنا الزيتون ديالنا كيعطي مزيان، وديال راه الجيري تيقول لك حنا الزيتون ديالنا هو الفن لا وحدو. دونك كاين ناس اللي كيسولوني على واش الزيت البلديه والزيتون بلدي والزيتون رومي، ما تدخلوش في هاد سميتو في هاد هادي راه غير هي هضره، يعني كاينين الناس اللي كيستغلوها هذا راه بلدي هذا راه مش باش عرفتي انت بلدي. انا بعدا شخصيا انا راه ما تنفرقش ما بين البلدي والرومي، الزيتون هذا غليظ هذا سميتو البلدي، الا كان غليظ الاكثريه تيلق الطابله تيد ما تيجيش كاع تطحن. دونك ما تدخلوش في هذيك الدوام، راه بحال داك مول البياس اللي كتجي عنده تشري بياسه مثلا للطوموبيل ولا تشري بياسه للتلفازه ولا تشري بياسه تيقول لك هذه دوريجين، كلمه دوريجين اش عرفتي انت دوريجين؟ دونك ما تبقاوش تدخلوا في راه ما عرفتيش تيبيع واش البلدينيات ولا ماشي بلدي، واش البلدي احسن من الرومي؟ انا كنعرف هي الزيت، انا كنعرف الزيت هاد الزيتون شحال غادي يعطيني شحال غطيح عليا الزيت، والزيت واش طحنها على يدي وتيق فيها وكنعرف اش تناكل ولا شريتها هكاك وتناكل على الله، يعني كتاكل داير الثقه في واحد اخر تي. دونك بلا ما تبقاو تسولوني واش الزيتون بلدي واش الزيتون رومي واش البيلوشين واش الحوزيه واش المناريه. دونك اهم حاجه هو الزيتون كيف يتجنى يتطحن، يتجنى باليد يتعمر في الصنادق ما يدارش في الخناجر صافي، هادو هما اهم المسائل اللي كتعطيك زيت مزيانه ما طلعاش فيها لا سيدي. الحراره هبطت لسبعه زوين تبردوا عرفتي هاد البروديه التبريده ديال الصباح شحال هادي ما شفناها. واقيلا واقيلا غادي نمشيو حتى نعيا وغادي ندور نتقدو مع الشمس. هذه 8:14 هذيك العوينه ديال السلامه راه حنا فتناها في القنطره لتحت. بالنسبه لشي اخوان تيهضروا لي على الصوت راه كنحاول نغوت ما امكن، ولكن
نحاول يعني قدر المستطاع، ما غاديش نمشي انا منوض طلع الكورتيزول لراسي. دونك صبروا معنا، زيدوا شويه في الصوت. بالنسبه للصداع ديال الروايد راه كاين اللي تيبغيه، حقاش راه بامكاني انا نحيد هذا الصوت هذا في مره ونعاود ندير تسجيل يعني لا فيديو، وفي الدار نخدم يعني ندخل الصوت، يعني الصوت بوحدو نعاود الصوت، غادي يكون هي الصوت، ما غاديش يكون صداع ديال الروايد، يعني غادي يكون شويه نتاع المونتاج، شويه ديال الترافيك، وشويه يعني كتدخل عناصر اخرى اللي هي ماشي حقيقيه. هكا راه كنحط الصوت لا فيديو كنحطها بروت، انا كنحط يعني كما هي. دونك غادي نمشيو نشوفو هاد السوق ديال الزيتون، عاود خذوا فكره. واحد الحاجه بزاف الناس يسولوني على بشحال الزيت، بشحال الزيتون، بشحال يعطيني القنت. راه مازال الحال ديال العصير، مازال الحال، مازال بلاتي شويه. اللي بغى يدي زيت زوينه راه ما كاينش بكري، راه الزيت خاص تطحن فيها الخضر والحمر والكحل، راه مازال الحال، صبروا شويه حيت غادي تولي الزيت غتعطي، الزيتون كيعطي احسن زيت، راه نقولها لكم. دونك صبروا، مازال ان شاء الله يزيد يرخص. دابا راه مازال هي الشنقه وبعض المناطق اللي شاده الثمن، كاين بعض المناطق اللي طلقات. نورمالمون الزيتون احسب له الا خديتي مثلا ب 8 درهم او 8.5. نحيدوا هذا الكاميو هنا، كانت مثلا الزيتون ب 8.5 درهم وعطاك مثلا 24، شحال غطيح الزيت؟ حسب مثلا الا كانت الزيتون مثلا ب 160 وعطاك 22 او عطاك 20، احسب، راه ساهل الحساب. ينقص عارف راه كاين شي ضوضاء. دونك الناس اللي كيسولوني على الزره كنجاوب، راه كنقول بلاتي، كنقول بلاتي شويه تريثوا، مازال الحال، مازال شهر 11 كامل، مازال شهر 12. انا شخصيا راه في اغلب الاحيان راه حتى شهر 12 مازال تزيد طيح الشتاء ان شاء الله بحول الله، مازال يتشمات، مازال تطلع المردوديه، والخير هذا العام راه موجود، الخير موجود، يعني راه الاثمنه تطلع، راه هي باللهطه، اللهطه هي اللي كتطلع الاثمنه، باش يكونوا واضحين. الانسان ملي كتجي يعني كلشي كيتكب على واحد الماده تراها كتغلى، راه حنا حنا نقولوا المغاربه نقولها يعني هكا، راه كنديروا الزحام على الحاجه.
الاسعار غاليه. مثلا خيزو فاش كان تيدير 240 وهذا عاد ولا الخيزو تيحلى، عاد ولا زوين، شارين خيزو انا دايا خيزو حيت 240، هو دابا داير 5 دراهم 4 دراهم وراه ما تيديها في حد. كيمشيو البطاطا اللي ب 160 و 180، والبطاطا واحد الوقت عاوتاني ما كانت يبغيها حد، البطاطا تيقول واحد بقى حنا هي البطاطا، حتى الثمن ديالها تيقول له الثمن ديالها بطاطا، تيقول له الثمن ديال البطاطا يعني تيعطيو بها المثال، وهي ولات البطاطا دارت الكروب. البارح دايره 8 دراهم، الحاجه اللي غاليه يخليها بنادم اودي باش تقضي، هذه احسن حاجه هي يدي الانسان باش يقضي. مطيشه غادي نحتاج واحد اربعه مطيشات، غادي نعبر اربعه مطيشات. قال واحد المشروع ديال العمران، قالوا شي ناس طلبوني قال لك صورنا مشروع العمران، ما عرفتش انا مشروع العمران فين جا وشنو غنقول عليه. تلاميذ مساكن غادي طلبا للعلم. يستيقظوا باكرا طلبا للعلم، وعربوا لي يا طلبا حيد ولدي حيد راه الطوموبيل جايه. ما يديرش اللهطه، ما راه اللهطه هي اللي كتطلع كلشي فيكم، ما يديرش اللهطه، خذ لذاك الشيء علاش قديتي، خذ داك الشيء اللي غطيب في نهارك. زيدون الخضره ملي كتدخل الثلاجه راه ما كتبقاش في نفس القيمه الغذائيه ديالها. قالوا لي السوق هنا يحدى الجماعه، من الجماعه ندخل سول هاد السيد. السلام عليكم. السلام. منين ندخل للسوق عافاك فين تيكون الزيتون؟ الزيتون الرومبان. أييه. هبط معاه حتى لواحد الدار الفاتت هو اللي يتكلم. يرحم والديك. شكرا شكرا بارك الله فيك. وهذه كنت عارفها يعني شفتها في الخريطة في الجي بي اس، ولكن هو قال لي دخل هنا واحد السيد، ذاك السي إبراهيم اللي معيط لي. قال لي حدا الجماعة ودور على اليمن شي طريق مختصرة واقيلا، ماشي مشكل. هذا راس جيري، وهذا راس جيري، كاينه شي 20 كيلومتر. هادي الطريق واحد 23 دقيقة تنظن من هنا. هو هذا السوق، السوق نيت. السوق يعني هذا سوق كامل، ماشي هي السوق ديال الزيتون، هذا سوق اسبوعي. ما عرف واش تيكون فيه البيض البلدي والدجاج ولا لا، اش بغى يصنع هذاك، واش بغى يدوز واش ما بغاش يدوز. السوق ديال الدجاج كاين هنا، غير انا تقديت ما السوق ديال الدجاج. اليوم
من الثلاثه راه تيكون تيكون السوق ديال الزيتون عافاك. السوق ديال الزيتون هو خويا مازال قدام. شكرا. السوق الزيتون دابا عرفتي ولا نعم؟ الزيتون لو كان ما جديش هاد المعرى هذا كاع. علاش؟ كون ما حمر بجا دابا الناس كتزايد هنا. ايوا ما علاش حنا بغينا نشوفوا. غير تشوف. يرحم والديك. شكرا. واش هذا السوق الزيتون؟ السلام عليكم. وهذا شوفوا فين نخليوه. شي بلاصه لحقاش لداخل عامر. خليو السياره هي.